قلبك حنين يا نبي، مفيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، علي أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آلي وأصحابي أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل الكوفيرتا مع بعض. ابتديت سطر جديد واشتغلت 7 أعمدة وثلاث فراغات، وهشتغل أعمدة في الفراغ الرابع والخامس. اشتغلت 13 عمود. بعد الأعمدة اللي في الفراغين على طول عديت 13 عمود. هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين وهشتغل فراغ. هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين وهشتغل عمود في تالت عمود، وده تاني فراغ. بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود. هشتغل عمودين في الفراغ، وهشتغل فوق كل عمود عمود. اشتغلت 28 عمود وهرتفع سلسلتين وهشتغل فراغ. هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، وده تاني فراغ. بعد كده هشتغل 13 عمود. هشتغل زي ما بدأت عشان تبقى المسافة متساوية. نفس المسافة اللي في بداية السطر هي نفس المسافة اللي في نهاية السطر. بعد ما اشتغل 13 عمود هشتغل أعمدة فراغين، وهنهي السطر ب3 فراغات و7 أعمدة. ابتدي السطر جديد. اشتغلت 7 أعمدة وهشتغل فراغ. هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود فوق العمود. هشتغل أعمدة في الفراغ. هشتغل فراغين، فراغ فوق الفراغ وفراغ في بداية الأعمدة. هشتغل فوق كل عمود عمود. لغاية ما اوصل للفراغين هشتغل فوقيهم فراغين. بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود. وهشتغل فراغين فوق الفراغين وفوق كل عمود عمود. وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ، فراغ فوق الفراغ وأعمدة في الفراغ التالت، وهنهي السطر بفراغ و7 أعمدة. ابتدي السطر جديد. واشتغلت 7 أعمدة وهشتغل فراغين، فراغ فوق الفراغ وفراغ فوق الأعمدة. هشتغل أعمدة في الفراغ الثالث والرابع، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود.
لغاية ما اوصل للفراغين هشتغل فيهم أعمدة، وهشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل للفراغين التانيين هشتغل فيهم أعمدة، هشتغل فوق كل عمود عمود أعمدة بفراغين، وهنهي السطر بفراغين وسبع أعمدة. ابتدي السطر جديد واشتغلت سبع أعمدة وهشتغل أربع فراغات، فراغين فوق الفراغين، وفراغين في بداية الأعمدة. هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، هشتغل أربع أعمدة وهشتغل خمس فراغات. هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود وهشتغل فراغين في نهاية الأعمدة، وهنهي السطر بأربع فراغات وسبع أعمدة. ابتدي السطر جديد، اشتغلت سبع أعمدة وأربع فراغات فوق كل عمود عمود، وهشتغل فراغ في نهاية الأعمدة. هرتفع سلسلتين وهتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود. بعد كده هشتغل أعمدة في خمس فراغات، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود، وهشتغل فراغ فوق الأعمدة، وهذه السطر بخمس فراغات وسبع أعمدة. ابتدي السطر جديد، اشتغلت سبع أعمدة وأربع فراغات، هشتغل أعمدة في الفراغ الخامس، وهشتغل أعمدة فوق الأعمدة، وفراغ فوق الفراغ، وهشتغل فوق كل عمود عمود، وهنهي السطر باربع فراغات وسبع أعمدة. ابتدي السطر جديد، واشتغلت سبع أعمدة وأربع فراغات فوق كل عمود عمود، وهشتغل فراغين في نهاية الأعمدة. هرتفع سلسلتين، هتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، هشتغل فراغ فوق الفراغ، وفراغ في بداية الأعمدة. عدد الفراغات أربعة، هشتغل فوق كل عمود عمود وهنهي السطر بأربع فراغات وسبع أعمدة. ابتدي السطر جديد، واشتغلت سبع أعمدة وأربع فراغات، واشتغلت فوق كل عمود عمود، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. ارتفعت سلسلتين وهشتغل عمود في آخر عمود، هشتغل أربع فراغات فوق كل فراغ فراغ، وهشتغل خمس فراغات في بداية الأعمدة. هيبقى عدد الفراغات عشرة، وهشتغل فوق كل عمود عمود وهنهي السطر بأربع فراغات وسبع أعمدة. ابتدي السطر جديد، واشتغلت سبع أعمدة وأربع فراغات، وهشتغل فراغ في بداية الأعمدة. ارتفع سلسلتين،
هتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، هشتغل أعمدة فوق الأعمدة، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. هشتغل أعمدة في 5 فراغات، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. هشتغل 5 فراغات، هشتغل أعمدة فوق الأعمدة، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ، وهني السطر ب5 فراغات و7 أعمدة. ابتدي السطر جديد، اشتغلت 7 أعمدة و4 فراغات، وهشتغل أعمدة في الفراغ الخامس، و4 أعمدة. وهشتغل فراغين فوق الأعمدة، وهشتغل كمان 4 فراغات، هيبقى عدد الفراغات 6. وهشتغل أعمدة في الفراغ السابع، وهشتغل أعمدة فوق الأعمدة، وفراغ فوق الفراغ. بعد كده هشتغل أعمدة فوق الأعمدة، وهشتغل أعمدة في الفراغ، وهني السطر ب4 فراغات و7 أعمدة. ابتدي السطر جديد، واشتغلت 7 أعمدة و4 فراغات فوق كل عمود عمود، وهشتغل فراغ فوق الفراغ، وأعمدة فوق الأعمدة. هشتغل 3 فراغات، وأعمدة في 3 فراغات، وهشتغل فوق كل عمود عمود، وهني السطر ب4 فراغات و7 أعمدة. ابتدي السطر جديد، واشتغلت 7 أعمدة و4 فراغات فوق كل عمود عمود، وفراغ فوق الفراغ. هشتغل أعمدة في الفراغ التاني والتالت، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. هشتغل أعمدة في الفراغ
وأعمدة فوق الأعمدة. وهني السطر بأربع فراغات وسبع أعمدة. ابتدي السطر جديد، اشتغلت سبع أعمدة وأربع فراغات فوق كل عمود عمود. هشتغل أعمدة في الفراغ، وفراغ في بداية الأعمدة. هشتغل فوق كل عمود عمود، وفراغ فوق الفراغ، وأعمدة فوق الأعمدة. وهني السطر بأربع فراغات وسبع أعمدة. ابتدي السطر جديد، اشتغلت سبع أعمدة وأربع فراغات فوق كل عمود عمود. هشتغل فراغ في نهاية الأعمدة، وفراغ فوق الفراغ، وفراغ في بداية الأعمدة. عدد الفراغات 3. هشتغل أعمدة فوق الأعمدة، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. هرتفع سلسلتين، هتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود. هشتغل فراغ فوق الفراغ. هشتغل خمس فراغات فوق الأعمدة، هيبقى عدد الفراغات 7. بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود، وهني السطر بأربع فراغات وسبع أعمدة. وده آخر سطر في شكل الوحدة اللي اشتغلناها مع بعض. بعد كده نرتفع 3 سلاسل، هنشتغل 7 أعمدة، وهنشتغل سطر فراغات 31 فراغ زي ما بدأنا. وهنشتغل 7 أعمدة في نهاية السطر، وهنشتغل سطرين أعمدة، سطر أعمدة بداخل الفراغات وسطر أعمدة فوق الأعمدة. وهنشتغل سطر فراغات لتأسيس الوحدة الجديدة، 31 فراغ. بعد كده هنجيب الأشكال بتاعتنا. طبعا هنجيب أشكال بتتخيط عشان لما نيجي نغسلها ما تفكش معانا. كده هنا في فراغات، فهنخيط الوردة عليها كده بالشكل ده. وهنيجي هنا فوق ال3 فراغات، هنخيط الشكل كده كده اهو، او اي أشكال بقى احنا نحبها. وهنيجي بقى تحت ال3 فراغات، نشتغل كده ايه اشكال كده زي الزراير بالظبط فوق الفراغات على طول، فوق الفراغات وتحت الفراغ اللي في المنتصف. وبكده نكون انتهينا من شرح الكوفرتا. ممكن نشتغلها بأي مقاس سواء في الطول او في العرض. دمتم في حفظ ورعاية الله.